إذنك عندي خبر عاجل. تفضل. الخبر العاجل، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتوجه صباح اليوم إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندار رامودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية والذي يوافق اليوم وبدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. أوضح السفير بسام راضي أن زيارة السيد الرئيس للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مع عدد من المسؤولين في الهند وعلى رأسهم السيد مودي رئيس الوزراء والسيدة دروبادي مورمو رئيسة الجمهورية إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. كما سيتخلل الزيارة لقاء السيد الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر. خبر مهم جداً. وأدينا بنتكلم على عالم جديد وتوجه السيد الرئيس إلى الهند والهند دلوقتي اقتصاد قوي واقتصاد خليني أقول سبق البريطاني. الحقيقة أنا كنت مستشار إعلامي في الهند لثلاث سنين، فكنت سعيد جدا بهذا الخبر. لأنه ليه؟ لأنه في حاجات كتير ممكن أفسرها للجمهور. يعني مثلا يعني إيه ضيف شرف رئيسي في احتفالات الجمهورية؟ دي مسألة بتتم في السنة وبيستضيفه رئيس دولة اللي هي الأقرب للهند، دولة واحدة الأقرب للهند، وبيبقى موقع احتفال من وسائل إعلام الهندية بطريقة كبيرة جدا. فاختيار السيد الرئيس ان هو يبقى ضيف شرف او دعوة السيد الرئيس وقبوله بانه يبقى ضيف شرف في الهند، دي مسألة مؤشر كبير على اولا الاحتفال بيوم الجمهورية. احتفال يوم الجمهورية بيبقى فيها ضيف شرف واحد رئيس دولة واحد، فهو رئيس مصري السنة دي، كل سنة بيبقى فيه ضيف شرف رئيس اللي هي الدولة اللي الهند شايفة ان في علاقتها معها متميزة وعايزة تسعى لتدعمها. فدي رسالة واضحة الهنود هيفهموها، وانا بتكلم لجمهور مصر هو يفهمها كمان، انه دي رسالة من ان اولويات السياسة الهندية السنة دي ما دام وجهت الدعوه للسيد الرئيس انه يبقى ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفاليه دي، انه مصر من الدول اللي الهند شايفه انها لازم دوله قريبه جدا وعلاقتها متميزه، وهنشوف مزيد من التميز. وفي الجي 20 برئاسه الهند بالظبط كده برضه مصر ضيف الهند دعت مصر. الجي 20 في فبراير ان شاء الله. الهند رفضت دعوه اوكرانيا يعني، بس الهند بتصرف باستقلاليه جديده ودي دي قصه ثانيه. اذا ده حدث مهم جدا يعني حقيقي. الحاجة الثانية انه احنا على مدار 45 عاما علاقتنا مع الهند من اكثر العلاقات المتميزة جدا وبتنمو في كل المجالات. الهند النهاردة بقت هب او مركز تكنولوجي عالمي رئيسي في العالم كله، واحنا عشان المحرك الرئيسي اللي مول الفترة الجاية هي التكنولوجيا. هنتكلم على الحرب اللي دايرة بين امريكا والصين على المايكروشيب والى اخره. فالهند دولة رئيسية هنستفيد منها جدا في التطور التكنولوجي، في عندها امكانيات وقدرات اقتصادية وزراعية وصناعية كتيرة جدا احنا ممكن نستفيد منها، عندها خبرات في مجال الادوية ومجال الصحي ممكن نستفيد منها بشكل كبير. وبس اللي انا عايز اقوله ايه، انه احنا لما تيجي نلتقي باي رجل اعمال هندي وده نجاح الهند، هو بيفكر يصدر ايه لمصر. كان دايما اي لما كنت في الهند كان دايما اي رجل اعمال هندي يقول لي افكر اصدر ايه في مصر. كان في المقابل للاسف رجال اعمال مصريين يروحوا يجوا لنا في السفاره يقول لي انا عايز استورد ايه من الهند. احنا محتاجين الوفد اللي صاحب الرئيس كان في وفد اقتصادي انه يبقى ده التركيز، انه ازاي التبادل على هو الحقيقه حجم التجاره متوازن بين البلدين،
بس هم في الهنود بيقول لك احنا حجم التجاره متساوي، نستورد احيانا من مصر اكتر شويه، بس هم بيحطوا بذكاء البترول، والبترول ده احنا ممكن نصدره لاي حد، لكن هم بيصدروا لنا تكنولوجي ومواد غذائيه اكتر بكتير. احنا عندنا مجال ان احنا نصدر ليهم، عندنا مجالات متميزه كتيره. فالحقيقه يعني صحيح. انا سعيد بهذا الخبر العاجل. طيب